النهارده مخصوص عشان اتفرج على عمليه تطهير وتعقيم لعنبر دواجن. عندنا جزئين مهمين جدا حركه اتكلمنا عنهم. اول حاجه ازاي نطهر العنبر ونضمن ان القطيع اللي جاي داخل في جو مثالي للتربيه او للتسمين. تاني حاجه ازاي احمي العامل. احنا بنتكلم في صناعه دواجن فيها فيروسات وامراض، وعندنا فيروسات احنا خايفين منها. هل ممكن في البداية كده أول كلام يتحد فيروس داجني مع فيروس بشري ونلاقي مفاجأة كبيرة ولا ومخيفة، ولا ده من رابع المستحيلات؟ أولاً هو عملية التطهير دي لازم عملية موجودة أو إزالة التلوث موجودة بعد كل دورة في دورات التسمين لتفادي أي مشاكل موجودة في الدورة السابقة. فهي بتبدأ إزالة التلوث هي مرحلتين. أولاً موضوع اللي أنا أشيل أي عملية تنظيف الأول لأي حاجة ما كانت موجودة من الدورة اللي فاتت، بالإضافة لموضوع التعقيم والتطهير. بالنسبة للأمراض اللي حضرتك اتكلمت عليها، يعني بيتكلم عن موضوع دخول، يعني طمنا في الأول. أيوة تمام. ده ممكن يحصل لحد، إحنا عندنا 4 مليون مصري شغال في صناعة الدواجن. في أمراض طبعا بتتنقل من الدواجن للإنسان، وأشهرها طبعا إنفلونزا الطيور، ودي أخطرها وبتعمل مشاكل كبيرة طبعا. ولازم طبعا إن في الطبيب البيطري المختص لكل مزرعة هو أدرى بوجود الأمراض اللي هي بتتنقل وظروفها إيه وأعراضها إيه. أول وجود أعراض على الطائر لازم يبدأ ينبه العمال ويبدأ يعمل أمن حيوي ليهم، بحيث إن هو ما يبدأش يدخل أو يدخل العمال عليهم إلا طبعا يبدأ يتصرف في المزرعة، ويبدأ إن هي طبعا يا إما تدخل مرحلة اللي هي تعدم كامل لو فيها إنفلونزا الطيور، أو اللي هي تبدأ اللي هي تعالج، بحيث إن هي يبدأ 100% الفيروس يبدأ يطلع من الفراخ. خلي بالكم.